نقول لكم حاجة، إلا حبيت الشيخ تحب المادة تاعه، وإلا كرهت الشيخ تكره المادة تاعه. فحببوا طلاب العلم للعلم. كنا ندرس قديما في المدينة المنورة عند شيخ عالم كبير جدا شنقيطي، تجاوز 100 سنة، 100 سنة. فكنا إذا دخلنا إلى بيته يرحب بنا ترحيبا كبيرا، ويحن علينا حنانا شديدا، ويقبلنا ويمس أيدينا، ثم يقول لنا: الأساتذة في الجامعة هل يسألون عنكم؟ هل يقبلونكم؟ هل؟ فكنت أتعجب من هذا الشيخ، لكن زال عجبي عندما قرأت هذا الكتاب. يا إخواني، هذا الكتاب اقرأوه، رائع. مرحبا بطالب العلم. ومن أين جاء بهذا العنوان؟ جاء بهذا العنوان: جاء رجل من مراد، هذه قبيلة من قبائل اليمن، يقال له صفوان بن عسال، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر. قال: قلت يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معلم الخير، مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتضلله بأجنحتها فيركب بعضها بعضا حتى تعلو إلى السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. حديث حسن، أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير وغيرهما. مرحبا بطالب العلم، هذه الكلمة شحال عظيمة، وكم تحبب طالب العلم الحلمة لطالب العلم. نقول لكم حاجة، إلا حبيت الشيخ تحب المادة تاعه، وإلا كرهت الشيخ تكره المادة تاعه. فحببوا طلاب العلم للعلم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم منهج، كان مع معاذ، قال: يا معاذ إني أحبك، وفي رواية: والله إني لأحبك. ويقسم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول. ماذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لك العلماء: هذا المعاملة النفسية العظيمة، تجي واحد تقول له: والله غير نحبك، يسمع لك ويطبق ما تقول. أحبكم، الأستاذ الشديد الخليظ ينفر منه الطلاب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نحن نعاني من أساتذة يعني في الجامعات وفي غيرهم يتكبرون على الطلاب، ولا يتحببون إلى الطلاب، ولا يحببون العلم للطلاب. والله غير كي تحب الأستاذ تصنع المعجزات. مسؤولية كبيرة على الأستاذ. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: إني أحبك، وبعد هو يفرح: أعني على نفسك بكثرة السجود. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنهج. مرحبا بطالب العلم.